بسم الله الرحمن الرحيم. حنكمل إن شاء الله آخر بارت في ورشة خروف العيد. حنبدأ، إحنا خلاص أنهينا الجسم وأنهينا الرأس. باقي الآن آخر حاجة إن شاء الله حنسويها، اللي هي الأقدام حقت الخروف، وحنسوي الديل كمان. حأجي باللون الأسود، بالخيط الأسود، نفس الخيط اللي سويته بو الراس اللي هو الأسود، نفس النوعية أنا هستخدمها، هي اللي قلت لكم زي الفرو. هأجي الآن أسوي دائرة سحرية، العقدة حق الدائرة السحرية. حسوي داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو، هذه واحد هنحدد بالماركر، هنحدد أول غرزة، حددنا أول غرزة، هذه 2، هذه 3، 4، 5، 6. حنزوم الدائرة السحرية. حنيجي الآن الدور الثاني، حيكون تزايد في كل غرزة غرزتين حشو، يصير عدد الغرز عندي من 6 غرز، حتصير 12 غرزة حشو. طيب هذه واحد، تحددي بالماركر، كمان حتسوي غرزة تانية في نفس الغرزة، 1 2، هنا اللي جنبها برضو 2، اللي بعدها كمان 2، اللي بعدها برضو 2، كده صارت 12 غرزة حشو. طيب الدور اللي بعده حيكون بنفس، يعني حنسوي دحينة 3 أدوار ثابتة بنفس عدد الغرز، 12 غرزة حشو. حتسوي يعني حيكون دور 3 ودور 4 ودور 5، 3 أدوار حتكون ثابتة بنفس عدد الغرز، 12 غرزة حشو. حسوي 3 حأرجع لكم إن شاء الله. كده أنا سويت 3 أدوار ثابتة بنفس العدد. الآن الدور اللي بعد 3 أدوار الثابتة حيكون تناقص في غرزة رقم 3.
يعني. يعني أول غرزة حتكون واحدة حشو، تحدديها بالماركر، ثاني غرزة برضو حتكون واحدة حشو، والتناقص حيكون في غرزة ثلاثة مع غرزة أربعة. نفس الشي حتكرر الخطوات، أول غرزة واحدة حشو، ثاني غرزة واحدة حشو، حيكون التناقص في غرزة رقم ثلاثة مع غرزة أربعة. حتمشي زي كده لنهاية الدور، هيعطيني عدد الغرز من 12 غرزة. بعد هذا التناقص حيصير عندي عدد الغرز 9 غرز حشو. أنا كده غلقت الدور اللي هو كان تناقص في غرزة رقم 3 مع 4، أعطاني حأمشي زي كده لنهاية الدور، أول غرزة حشو تاني غرزة حشو، حيكون التناقص غرزة 3 مع غرزة 4، أعطاني عدد الغرز 9 غرز حشو. آخر شي حسوي 6 أدوار ثابتة، يعني حتكون 6 أدوار نفس عدد الغرز 9 غرز حشو. حتسوي 6 أدوار الثابتة، وحتحشي القدم بالقطن مظبوط، حتحشيها وبكده خلاص أنا غلقت خطوات الأقدام. حتسوي أنتي كمان 3 أقدام، وهذه حتكون الرابعة. أنا ما راح أكملها خلاص، أنتي حتسوي 6 أدوار ثابتة، حتكون بنفس عدد الغرز 9 غرز حشو. بعد كده خلاص حتحشي القدم، هذه أول واحدة، وحوريكم كيف طريقة تثبيتها في الجسم، وتسوي كمان 3 نفس الطريقة، نفس طريقة أول قدم. طيب هأجي الآن لآخر شيء اللي هو الديل. الديل حيكون بالخيط الأبيض، حتبدأي تسوي 4 4. أول شي حتسوي عقدة البداية العيدية، حتجي بعد ما سويت عقدة البداية حأجي أسوي 4 4 سلاسل. الرؤية أحسها مشوشة شوية، الحين صارت كويسة. طيب هذه 1 وهذه 2 هذه 3 هذه 4. طيب طبعا الغرزة رقم 4 حتكون هذه سلسلة حق الارتفاع، حق ارتفاع الشغل، عشان أنا حأسوي الدور هذا حشو اللي عفوا الصف اللي بعده حيكون حشو. فالسلسلة هذه أول واحدة حأفوتها، حأسوي حشو في تاني سلسلة. هذه 1 وهذه 2 هذه 3. شايفين؟
بس هذا هو الديل، اني انا سويت اربع سلاسل، وسويت حشو في تاني سلسلة، واللي بعدها كمان واحدة حشو، واللي بعدها واحدة حشو. بكده خلاص انا حاسوي عقدة وحاقص الخيط. كده انا خلاص انهيت الديل وانهيت الاربعة اقدام. حاجي اوريكم طريقة التثبيت كيف. هنا حتيجي تثبتي الاقدام في، مو احنا كنا مسوين اللي هو دور كان حشو كامل، والدور اللي بعده كان غرزة الفرو. انتي حتثبتي الاقدام في الدور اللي هو كان مسوين فيه احنا حشو، يعني كان دور حشو. شوفوا هو هنا نهاية الجسم، شايفين هنا نهاية الجسم. أنا هنا ثبتت الرجول، شوفوا هنا، هنا أول أول دور حشو، طبعا من ورا بديت. هنا تاني دور حشو، أنا ثبتت الأرجل في تالت دور حشو، طبعا من ورا ثبتها الاثنين اهي شايفين. وبعد ما تثبتيها حاولي كده تسوي يعني الفرو هذا تخليه حوالينا. نفس الشيء حتثبتي الرجلة الثانية، وهنا كمان برضو في الأمام الرجلين هذه. طريقة تثبيت الرأس، طبعا أنا ما وريتكم الطريقة. تثبيت الرأس حيكون، شوفوا هنا انا كيف مثبتته، حيكون ما هو ما تحطيه كده يعني على يعني نفس الفتحة الأخيرة اللي خلاص لما غلقنا، قلت لكم حتكفلوها بالخيط والإبرة وحتثبتوا الرأس في الجسم. بس حتكون طريقة التثبيت حقت الرأس، ما راح نحط الرأس يعني من الفتحة للفتحة حقت الجسم كده نخليه، لا خلوه بمايل. شوفوا اهو انا ميلته، انا ميلت الراس كده يعني خليت الفتحة على فوق شوية ومايلة على الجسم، وحطيته بالطريقة المايلة هذه وخيطته في نفس الجسم. نفس الشيء تثبيت الإذن، قلت لكم انا برضو حيكون في حدود اللي هو اللي هو كان اول دور فرو، حيكون في نفس الحدود حقه. لا تخليها لاصقة كتير، يعني خلي بينهم مسافة زي كده. حتلصق العيون، حتسوي الابتسامة هذه. طيب ايش كمان؟ ايوه باقي الديل. الديل حتكون طريقة تثبيته اهو شايفين عادية. طريقة التثبيت حتكون في الوسط، في وسط احنا هنا بدينا اللي هو في وسط احنا بدينا من دائرة سحرية بعدين كوننا الجسم. انتو هنا في الوسط مكان الدائرة السحرية حتثبتوا الديل، شايفين بهذه الطريقة. هو يعني صغير حيكون، مو مبين كتير، بس كده حاولوا كده تسووا الفرو عشان يبان الخروف شعره مظبوط، والإيدين كده عدلوها وخلاص. كده احنا انهينا الحمد لله ورشة خروف العيد. وسامحوني إذا أنا طولت عليكم هذا البارت الأخير، أعذروني. وبس كده خلاص الحمد لله غلقنا، وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.